بسم الله الرحمن الرحيم. لقاءنا اليوم لاستكمال لقاءات مساق أساسية تقنية التربية الذاتية طلبة البكالوريوس هندسة المباني في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. لقاءنا اليوم عن دورة البخار الاضطرابية. يعرف التبريد بأنه انتقال حرارة من حيز عند درجة حرارة منخفضة إلى حيز عند درجة حرارة أعلى، يعني يلزم عملية التبريد اللي هو فرق في درجات الحرارة حتى يتم عملية الانتقال من الحيز الأقل درجة الحرارة إلى حيز أعلى أو أكبر في درجات الحرارة. تتكون دورة التبريد من عدة عناصر، تكون دورة وهي عبارة عن دورة مقفلة مغلقة، تمام؟ تتمثل هذه الدورة بالانضغاط البخار أهم عملياتها أو دورات التبريد، وتستعمل دورة انضغاط البخار البسيطة المواعي تعمل على امتصاص الحرارة من المصب ودفعها إلى المصدر، وذلك بواسطة الضغط، وتسمى هذه المواعي بوسائط التبريد. طبعا في نظم التبريد تستخدم وسائط التبريد بأنواعها المختلفة، وعندنا فصل هيكون فيه شرح كامل مفصل عن أنواع وسائط التبريد وخصائصها الحرارية والفيزيائية والكيميائية. هنلاحظ هذا النظام أو السيستم يتكون من، هذا عبارة عن نظام من أنظمة بسيطة لنظم التبريد. هذا النظام يتكون من مكثف، هذا المكثف يقوم بعملية التبريد، وسيط التبريد العامل داخل هذه المواسير الذي يعمل على انتقال الحرارة من مكان إلى آخر هو وسيط التبريد، وهي عبارة عن غازات. هذه الغازات أو وسائط التبريد تستخدم في النظم، تقوم بعملية المبادرات الحرارية، ونقوم بعملية اللي هو انتقال الحرارة من مكان إلى مكان آخر، بحيث يستخدم في هذا النظام البسيط الأنظمة أو الأجهزة التالية: المكثف يقوم بعملية اللي هو تبريد للوسيط التبريد من خلال المواسير الداخلية في داخله، بحيث يدخل من طرف غاز درجة حرارته عالية، يدخل ضمن نظام مبرد أو تبريد. قد يكون التبريد حر طبيعي باستخدام الهواء الطبيعي، أو يكون التبريد قصري باستخدام مراوح تعمل على تسريع عملية التبريد داخل هذا الحيز، من ثم تخرج من طرف آخر درجة حرارتها منخفضة وهي على شكل سائل، من ثم يتم التحكم فيها من خلال هذا الصمام. هذا الصمام يتحكم في الضغط هذا السائل قبل دخوله في الفريزر أو المبخر، حيث في المبخر يتم مبادلة حرارية بين وسيط التبريد السائل وبين المواد المراد تجميدها أو تبريدها أو الحيز المراد تبريده، بحيث يتحول هذا الغاز إلى السائل إلى غاز تدريجيا وصولا إلى هذه النقطة، حيث يخرج غاز درجة حرارته عالية ويتم سحبه من خلال الضاغط لكي إعادة الدورة مرة أخرى إلى المكثف، حيث يقوم المكثف بتبريده مرة أخرى، ثم تعاد هذه العملية هكذا ضمن دائرة مغلقة أو نظام مغلق غير متصل بالوسط الخارجي للحفاظ على هذا الوسيط والحفاظ على استمرار هذه العملية، تمام. يمكن تمثيل المكونات الميكانيكية لدورة التبريد بالشكل التالي، احنا حكينا عنها: الضغط الكمبريسر وظيفته زيادة الضغط وسيط التبريد من الضغط المنخفض إلى الضغط الأعلى. وتوجد هناك عدة أنواع من هذه الضوابط المستعملة في دورات التبريد، نذكر منها الضوابط الترددية والدورانية والحازونية وضوابط الطرد المركزي. توجد محاضرة في هذا الأمر موجودة على صفحة اليوتيوب عن الضوابط وأنواعها وطرق عملها. 2. المكثف هو عبارة عن مبادل حراري، الغرض منه التخلص من كمية الحرارة الزائدة إلى الجو المحيط به، تمام؟ زي ما حكينا أن هذا المكثف يستخدم لتبريد وسيط التبريد من خلال استخدام اللي هو التبريد الحر الطبيعي، يكون هذا عبارة عن شبك مثل الشبك الموجود خلف الثلاجة، أو باستخدام مروحة خارجية. هذه المروحة تقوم بزيادة سرعة التبريد، تمام. وغالبا ما يتم تبريد المكثف بالهواء الطبيعي زي ما حكينا أو الجبري، أو ممكن باستخدام وسيط للتبريد اللي هو الماء، تمام. صمام التمدد أو الناشر
عبارة عن صمامات تمدد تعمل على خفض الضغط المكثف. الضغط طبعا المكثف عالي يتم التحكم فيه قبل دخول وسيط التبريد إلى الفريزر أو إلى المبخر، يتم التحكم من خلال الصمامات. هذه الصمامات تتحكم بعملية الضغط وتسمى بعملية الخنق، وكذلك تتحكم في معدل سريان وسيط التبريد إلى المبخر، ويتحول وسيط التبريد من السائل المشبع إلى خليط من البخار ووسيط وسائل لوسيط التبريد بعد عملية الخنق. طبعا هذا الصمام يتم وضعه قبل المبخر في الطريق ما بين المكثف والمبخر، حيث يتحكم في وسيط التبريد السائل قبل دخوله إلى المبخر، يتحكم في الضغط ويتحكم في كمية هذا السائل أو معدل سريان السائل قبل دخوله المبخر. تمام. المبخر أو الفريزر في الثلاجة العادية وظيفته أن يزود وحدة التبريد بسطح انتقال حرارة. وانت شفته في الفريزر عبارة عن سطح داخلي يسمح بانتقال حرارة ما بين الوسيط التبريد وبين الحيز المراد تبريده، زي المواد الغذائية أو اللحوم، تمام، من خلال الحيز أو المنتج المبرد إلى وسيط التبريد. يعني هو المبخر هو يفصل ما بين وسيط التبريد وما بين المواد الغذائية المراد تبريدها، وهو عبارة عن مجموعة من المواسير تكون في داخل الحيز أو المنتج المبرد، يعني هو الفريزر، ويكون وسيط داخل هذه المواسير عند ضغط منخفض ودرجات حرارة منخفضة عند دخول المبخر، وعند سريان وسيط التبريد في المواسير المبخر هذا يقوم بامتصاص الحرارة الكاملة للانصهار من الحيز الخارجي المبرد. طبعا يقوم بامتصاص الحرارة من داخل هذا الفريزر وإعطائه البرودة، عملية تبادل حراري ما بين وسيط التبريد وما بين الفريزر. هذا أيضا مبخر يستخدم في المكيفات، يقوم بعملية انتقال البرودة إلى الحيز المراد تبريده، أو ممكن استخدام بعض من أنواع المواسير مثل النحاس الحديد البرونز، وهذا يعتمد على معامل التوصيل الحراري لهذا المواد. واحنا خدنا هذا الكلام في مساق انتقال الحرارة، موجود أيضا شرح كامل في صفحة على اليوتيوب عن المعامل التوصيل الحراري للمواد الصلبة وكيف يتم الانتقال الحراري. ممكن الرجوع إلى هذه المحاضرة. دورة الانضغاط البسيطة تعرف أحيانا بدورة رانكين، وهو دورة نظرية للتبريد والعملية الأساسية لدورة البخار بالمغناطية البسيطة، وتلخيصها في الآتي. زي ما انتم شايفين العملية اللي احنا شفناها الرباعية الميكانيكية، كان في عندنا مكثف هنا موجود، وكان في عندنا مبخر وضاغط موجود في المنطقة هذه، وهنا كان صمام تمدد. تمام. هذه العملية زي ما انتم شايفين، أو هذه العملية الانضباطية، هي عبارة عن عملية ارتفاع للضغط من 1 لـ 2 في الكمبريسر. يتم عملية التبادل الحراري ما بين وسيط التبريد المراد تبريده وبين الوسط الخارجي عند سقوط الضغط ما بين 2 و 3، هنا بيكون المكثف موجود. ومن ثم للتحكم في الضغط العالي قبل دخوله للضغط المنخفض في الفريزر أو المبخر، يتم وضع صمام. هذا الصمام يعمل عند H3 تساوي H4، يعني الانتالبي عند 3 تساوي الانتالبي عند 4. هذا شرط أساسي في عملية التمدد، عملية التمدد في الصمام الحراري. ومن ثم تحدث عملية تبادل حراري أيضا عكس العملية السابقة عند سقوط الضغط، بحيث تحدث عملية التبادل ما بين وسيط التبريد وما بين الوسط الداخلي للمبخر، حيث يتم تبريد المواد الغذائية أو المنطقة المراد تبريدها. وتستمر العملية حيث يتم اللي هو سحب الغاز الساخن، يتم ضخه مرة أخرى في المكثف لتبريده، وهكذا العملية مستمرة. العملية من 1 لـ 2 عملية سقوط الانتروبي، عند ازنتروبيك، العملية من 1 لـ 2 تحدث هذه العملية عند سقوط اللي هو الانتروبي. واحنا عارفين، احنا خدنا في المحاضرات السابقة الخطوط في العمليات، هذا خط عمل الكمبريسر يحدث عند سقوط الانتروبي عند S تساوي كونستانت ثابت، هذا شرط أساسي لعمل الضغط. تمام.
عند دخول وسيط التبريد إلى الضغط يكون في حالة بخار X تساوي 1. طبعا هذا الخط يسمى خط الإشباع الغازي، أي تحدث عنده اللي هو عمليات البخار، بحيث أن هذا الخط خط الإشباع السائل، ينتقل السائل أو وسيط التبريد بين هذا الخط وبين خط الإشباع السائل وبين خط الإشباع البخار، بحيث يتحول تدريجيا من سائل 100% وصولا إلى بخار أو غاز 100%، تمام. وقد يتخطى هذا الخط حيث يصبح محمص في الجهة اليمنى من هذا الخط. ما بين الخطين يعتبر هو ميكس ما بين السائل والغاز. في المنتصف تماما يعتبر 50% سائل و50% غاز. العملية تحدث تدريجيا بين انتقال ما بين السائل وبين الغاز، بحيث يتحول تدريجيا وسيط التبريد إلى بخار، ومن ثم بخار محمص، حيث تحدث عملية تبادل حراري أثناء التحويل ما بين البخار وما بين السائل. هذه العملية تحدث من خلالها التبريد. وعليه يتم بذل شغل الضاغط. طبعا حكينا المنطقة هذه منطقة عمل الضاغط كومبريسر، حيث يزداد ضغط من السحب، ضغط الطرد من 2، حيث يتم بذل شغل الضغط باستخدام القانون الأول لديناميكا بين نقطتين 1 و2. إذا الشغل في الحالة هذه تساوي معدل سريان الكتلة اللي هو وسيط التبريد في دلتا اتش المحصورة ما بين 2 و1. بنمد الخط إلى الأسفل زي ما أنتم شايفين حتى نحصل على دلتا اتش. هي دلتا اتش، اتش 2 ناقص اتش 1، بيكون هذه دلتا اتش مضروبة في كتلة وسيط التبريد، كتلة اللي هو معدل سريان السائل التبريد أو بخار التبريد خلال وحدة زمنية مضروبة في دلتا اتش، بعطيني اللي هو ايه؟ بعطيني شغل الكمبريسر، حيث شغل الضغط دبليو سي والانتالبيا ما بين اللي هو اتش 2 واتش 1. هنلاحظ ان ملخص عمليات الثيرموديناميكية، الشغل زي ما احنا شايفينه، الام في دلتا اتش، المكثف اللي هو القدرة تبعته، ليه ايضا ام في دلتا اتش، لكن اي دلتا اتش هي ما بين النقطة 2 و3، بحيث دلتا اتش محصورة ما بين النقطة اتش 2 واتش 3 او 4، ما هي نفس الاشي. احنا قلنا ان الصمام هذا يعمل عند اتش 3 تساوي اتش 4، تمام. وبالتالي قدرة المكثف بتساوي الأم مضروبة في دلتا اتش بين 2 و3، يعني اتش 2 ناقص اللي هو اتش 3، نحصل ايه على قدرة المكثف. شرط أساسي أن يكون الضغط ثابت في هذه العملية. صمام التمدد يعمل عندما تكون اتش 4 تساوي اتش 3 مباشرة. مجرد أن نحصل على النقطة هذه أو النقطة هذه في رسوماتنا، بنمد خط عمودي على الخط الآخر حيث يحصل خط عمل الصمام التمدد الحراري. المبخر وهو الهدف الأساسي من عملية التبريد، أن نحصل على البرودة من خلال المبخر، يعمل أيضا من خلال هو الكتلة مضروبة في الفرق بين تلت اتش بين 4 و1، نقول اتش 1 ناقص اتش 4 أو اتش 3 هي متساوية. مضروبة في الكتلة بيعطيني عمل المبخر، القدرة تبعت المبخر، تمام. في حاجة تانية اللي هي الـ RE اللي هي الأداء، أداء المبخر هي دلتا اتش فقط من غير ما نضرب في كتلة، دلتا اتش ما بين اتش 1 واتش 3، يعني اتش 1 ناقص اتش 3 أو اتش 4 هي نفسها، بعطيني الـ RE أداء دورة التبريد في هذا النظام. هذه القوانين مهمة عشان حل عليها أسئلة بعد ما نحدد اللي هو النقاط الأربعة لأي نظام تبريد بسيط. وهي تعتبر الأربع عمليات لدورة التبريد البسيطة زي ما انتم شايفين، ممكن نحل عليها بناء على هذه القوانين. كل شغلنا هو عبارة عن دلتا اتش بالنسبة
اللي هي الضابط، ودلتا اتش بالنسبة للأداء، ودلتا اتش بالنسبة للمكثف. تمام. في عندنا جدول تاني يوضح اللي احنا حكينا عليه، اللي هو قيمة اكس، واحنا خدنا قيمة اكس اللي هو ايه، اللي هو خط اللي هو بحدد اللي هو طبيعة وحالة الوسيط التبريد، حيث تكون كانت اكس تساوي صفر فبنكون احنا موجودين على خط الإشباع السائل، وإذا كانت اكس تساوي واحد يعني 100% بنكون احنا على خط الإشباع الغازي، وكل ما اتجهنا في هذا الاتجاه ما بين السائل وما بين الغاز يزداد تدريجيا نسبة الغاز في وسيط التبريد. تمام. يعني لو كنا موجودين الآن تقريبا، فإحنا بنقول في الحالة هذه فإنه 70% سائل و30% غاز، لكن لو اتجهنا في المنتصف تماما هيكون 50% غاز و50% سائل، لكن لو اتجهنا تدريجيا في اتجاه الخط الإشباع الغازي، خط الإشباع الغازي بنقول تقريبا 70% غاز و30% سائل وصولا إلى 100% غاز. تمام. هذا الخط عند x تساوي 1، إيش يعني x تساوي 1؟ يعني 100% غاز. هذا الخط عند x تساوي 0، إيش يعني x تساوي 0؟ يعني 100% سائل. إيش يعني 0؟ يعني ما فيش غاز، كل ما زادت النسبة تدريجيا يزداد نسبة الغاز. تمام. لذلك هذا الجدول يوضح أن 1% 1 x تساوي 1 يعني 100% بخار مشبع أين يحدث؟ عند خط الإشباع اللي هو الغازي. خط الإشباع الغازي هو هذا الخط الموجود في الطرف الأيمن. تمام. البخار المحمص يحدث في الجهة اليمنى من خط الإشباع الغازي، يعني كل هذه الخطوط الموجودة في الجهة اليمنى من خط الإشباع الغازي يعتبر غاز محمص، يعتبر غاز محمص. إذا 1 و2 بدنا نتجه إلى تحميص الغاز، يعني درجة حرارته ارتفعت عن الغليان أو على النقطة أو على الحالة التي يتحول بها إلى بخار. صفر عند سائل المشبع، ويحدث السائل المشبع عندما تقع العملية على خط الإشباع السائل، ويكون في الحالة هذه x تساوي صفر. إذا x هو معامل الجفاف، هذا معامل الجفاف يحدد كمية أو نسبة الغاز في وسيط التبريد، يعني لو كنا مثلا في المنتصف تماما يكون نسبة الغاز أو البخار في وسيط التبريد تعادل تقريبا 50%، لكن لو اتجهنا تدريجيا إلى خط هذا الخط فإنه يزداد نسبة السائل، لكن لو اتجهنا إلى هذا الخط الأيمن تزداد نسبة وجود الغاز في وسيط التبريد وصولا إلى 100% على هذا الخط. إذا تعدينا هذا الخط إلى الجهة اليمنى يصبح غاز محمص، يعني إيش يعني محمص؟ درجة حرارته أعلى من درجة تحويله للبخار. خليط بين البخار والسائل ويحدث بين الخطين، بين خط الصفر وخط الواحد، إحنا في المنتصف تماما بين خط الإشباع السائل وبين خط الإشباع الغاز، وبالتالي هذا المنتصف تماما هو ميكس ما بين السائل والغاز كما تكلمنا عن هذا الموضوع. تمام. هنلاحظ على خريطة واقعية، خريطة لغاز R717 زي ما انتم شايفين، هذا الغاز 717 حتى نوضح خط الإشباع السائل وخط الإشباع الغاز. اشتغلنا على هذه الخريطة ديجراما تبعت الوساطة التبريد المتعددة، هذه عبارة عن R717 زي ما انتم شايفين وسيط تبريد، وهذا الوسيط فيه خط إشباع سائل، هذا الخط اللي انتم شايفينه هذا عبارة عن خط إشباع سائل، تكون عنده x تساوي صفر، x تساوي ايه؟ صفر. من الطرف الآخر هنلاحظ انه هذا خط إشباع البخار أو الغاز، وعندها تكون x تساوي 1. تمام؟ x تساوي 1. هنلاحظ انه من اسفل زي ما انتم شايفين في ارقام توضح قيمه x زي ما انتم شايفين،
من x تساوي 0 على خط الإشباع السائل وصولا إلى 0 1 زي ما أنتم شايفين، إلى 0 2 هي الخط المتعرج هذا، 0 3 يعني 30%، 40% اللي هو قيمة الغاز الموجود، 50% غاز، 60%، 70% غاز، 80% غاز، 90% غاز، وصولا إلى غاز أو بخار 100%. تمام، وإحنا خدنا هذا الكلام في المحاضرات السابقة، ونوضح على هذه الخطوط بالحجم النوعي. تمام، وهذه هي خطوط الانتروبي زي ما انتم شايفين، اس تساوي 6، اس تساوي 5، اس تساوي 5.5 وهكذا. هذه الخطوط طبعا الارقام الموجوده تحت هي الانتالبيا، والجهه هذه هو اللي هو الضغط، خطوط الضغط، عشان لو جانا اي سؤال نستطيع ان نحدد الخطوط الاربعه لعمليات التبريد البسيطه، وعليها نوجد كل المتغيرات، كل البارامتر المطلوب. أداء دورة التبريد الانضغاطية البسيطة، حكينا عن الـ RE اللي هي التأثير التبريدي، تعرف بأنها كمية الحرارة التي يمتصها كل كيلوغرام واحد من وسيط التبريد في المبخر من الوسط المحيط به من بعد دخول المبخر حتى خروجه بخار مشبع، وتمثل فرق الانتالبية بين نقطتين اللي هو 1 و4. حكينا أن الـ RE هي الفرق في الانتالبية بين النقطة هذه وبين النقطة هذه، وهذا خط عمل اللي هو المبخر أو الفريزر، عشان هيك إحنا بنسميه أداء دورة التبريد هي دلتا اتش تساوي دلتا اتش ما بين اتش 2 واتش 1، ويطلق عليها أداء وسيط التبريد أو أداء دائرة التبريد. تمام، حكينا عن الشغل الانضغاط. شغل الانضغاط هذا خط عمل الضغط ويعمل على خطوط الانتروبي. هذه خطوط الانتروبي كلها اللي مايلة بالزاوية، هذه خطوط عمل الضغط. تمام، عشان لما نرسم أربع عمليات نرسم الضغط على خط ينطبق على خطوط الانتروبي أو يوازيه أو أقرب إليه أو يوازيه. تمام، الخط المبخر وخط اللي هو المكثف يعمل على خطوط خطوط اللي هي تنطبق على خطوط الضغط، لأن الضغط متساوي أو الضغط ثابت. ب تساوي كونستانت على خط المكثف، و ب تساوي كونستانت على خط المبخر، عشان هيك تبادل حراري يحدث في المكثف ويحدث في المبخر فقط عند ثبوت الضغط. معظم عمليات التبادل الحراري تحدث عند ثبوت الضغط. تمام، وصمام التمدد، صمام التمدد يعمل عند اتش 4 تساوي اتش 1. زي ما انتم شايفين هذا نظام تبريد بسيط. هنا عندنا المبخر زي ما انتم شايفين يقوم بعملية التبريد، المكثف يقوم بعمليات تبريد لوسائط التبريد، والمبخر يقوم بعملية تبريد للحيز المراد تبريده أو المواد الغذائية. تمام، هذا الصمام اللي بيتحكم في الضغط حتى ما يدخلش ضغط عالي على المبخر، عشان يكون في عندنا حركة في النظام فإحنا بنلزمنا ضاغط أو سموه القلب النابض. هذا هو الضاغط اللي بيقوم بعملية ضخ وشفط وسحب وسائط التبريد من طرف حتى يتم ضخه في الطرف الآخر، وهكذا بناء على السهمين اللي انتوا شايفين. تمام، إذن هذا الخط اللي احنا شايفينه، هذا خط اللي هو الفالف الحراري زي ما انتم شايفين، وهذا الخط اللي انتم شايفينه هذا المكثف، ودور المكثف هو تبريد وسيط التبريد. ويحدث التبريد يا اما طبيعي زي الشبك الموجود خلف الثلاجة طبيعي عملية التبريد، او ممكن استخدام مروحة لزيادة سرعة التبريد، ويسمى في الحالة هذه جبري او قصري. تمام، حمل المبخر، احنا حكينا عن حمل المبخر، هي عبارة عن دلتا اتش ما بين اتش 2 واتش 1، لكن القيمة هذه مضروبة في كتلة، كتلة معدل سريان الكتلة لوسيط التبريد في الزمن. يعبر عن حمل المبخر عن معدل الطاقة التي سوف يزيل المبخر من حيز المبرد أو المنتج المبرد، هذا يعتمد على حمل التبريد للحيز.
تمام. قبل عصر التبريد الميكانيكي، طبعا الثلاجات وما له علاقة بنظم التبريد الحالية عبارة عن نظم تبريد ميكانيكية. كان في السابق يستخدم الثلج بالساعة كوسيط تبريد، وعليه كان من الطبيعي أن تقارن ساعة التبريد الثلاجة الميكانيكية بمكافئ انصهار الثلج، فحين ينصهر طن واحد من الثلج فإنه سوف يمتص وحدة حرارية بريطانية 288 ألف BTU. تم انصهار هذه الوحدة خلال 24 ساعة، عشان هيك أطلق عليها اللي هو إيه فيما بعد اللي هو طن تبريد، الذي يعادل اللي هو إيه اللي هو 12 ألف BTU لكل ساعة. أطلق عليه حاجة اسمها طن تبريد، عشان هيك هنسمع كل اللي هو وحدات الطن التبريد. وحدات طن تبريد هي عبارة عن كمية أو قطعة من الثلج انصهرت خلال 24 ساعة. من خلال هذه القطعة تم تحديد ما تم انصهاره خلال الساعة بالبي تي او بالوحدة البريطانية البريتش يونت، اللي هي 12 ألف، وأطلق عليها فيما بعد اللي هي الطن تبريد. تمام. إذا حمض المبخر بيو، حمض المبخر هذا هي عبارة عن أم في دلتا اتش، أو عبارة عن أم في الآر إي في أداء الثلاجة، أم في أداء الثلاجة أو أم في دلتا اتش. بالتالي إحنا بنحدد اللي هو ايه حمض المبخر. تمام. معامل اداء دورة التبريد سي او بي، هذا المعامل الكوفيشنت هذا بالزمن نحدده لانه مهم لتحديد طبيعة ونوع الثلاجة وقدراتها وإمكانياتها، وتعبير يقصد به كفاءة الدورة، ويكتب كنسبة من الطاقة الذي يمتصها المبخر منسوبة إلى الطاقة اللازمة للضغط. إذا السي أو بي هو عبارة اللي هو قدرة المبخر أو الفريزر على الشغل اللي إحنا صرفنا على هذه القدرة. تمام. إذا هي عبارة عن كيو إي وهي أم في دلتا اتش على الام في دلتا اتش، لكن دلتا اتش هنا هي عباره عن دلتا اتش الخاصه بالضغط، ودلتا اتش هنا اللي خاصه بالاداء دوره التبريد في المبخر، وتساوي الار اي على دبليو، وهي عباره عن فرق دلتا اتش على دلتا اتش، وبالتالي هي عباره عن الفرق دلتا اتش ما بين اتش 3 واتش 2 وما بين اتش 1 واتش 2. تمام. اذا هي سي او بي هي الفرق ما بين دلتا اتش هذه على دلتا اتش اللي هي اتش 3 واتش 2. تمام. معدل سريان الكتله الزمنه، ممكن احنا لو وجد عندنا القدره تبعت المبخر او الفريزر على الاداء بنقسم هذا على هذا تطلع فينا ايه اللي هي كتله أو معدل سريان الكتلة لوسيط التبريد. في عندنا حاجة تانية اسمها حجم الإزاحة للضغط. حجم الإزاحة للضغط من المعادلة يمكن تحديد معدل سريان الحجم لوسيط التبريد، تمام، حسب ما يسحبه الضغط بعد معرفة الحجم. تمام. النوعي لوسيط التبريد عند مدخل الضغط، طبعا حجم الإزاحة للضغط يساوي اللي هو المعدل سريان الحجمي على الكفاءة. الكفاءة تتراوح ما بين 65 إلى 85، ومعدل سريان الحجمي بنجيبها من معدل سريان الكتلة في الحجم النوعي ليش للبخار أو للغاز وسيط التبريد عند النقطة واحد، عند النقطة هذه. تمام. بنجيب الحجم النوعي عند النقطة هذه، بتكون مضروبة في الكتلة في معدل سريان الكتلة على اللي هو ايه على الكفاءة، والكفاءة للضوابط الترددية تتراوح ما بين 65 والـ85. تمام. هذا المخطط يوضح اللي احنا الكلام اللي احنا حكيناه، وبنعيد مرة تانية انه هذا خط عمل المكثف يعمل عند ضغط ثابت، نفس الشيء عند الفريزر او المبخر يعمل عند ضغط ثابت. لذلك
يحدث هنا عمليات التبادل الحراري ما بين الوسيط التبريد وبين الوسط الخارجي، وهنا يحدث عمليات التبادل الحراري ما بين وسيط التبريد السائل ينتقل تدريجيا خلال المواسير، وما بين المكان المراد تبريده اللي هو الفريزر أو الحيز أو المنتج المراد تبريده. الضغط يعمل شرط أساسي لعمله أنه يعمل عند اللي هو الأنتروبي تساوي ثابت، خطوط العمل الأنتروبي وهي خطوط تكون مائلة بالزاوية. الصمام الحراري يعمل عند اتش تساوي ثابت، يعني اتش 3 تساوي اتش 4، تمام؟ وعشان نوصل لعمليات عند حل المسائل شرط أساسي يعطيني خط علوي وخط سفلي، ومن ثم أنا بوصل مباشرة من 3 لـ 4، وبنمد خط 1 لـ 2 خط ينطبق على خطوط الانتروبي أو يوازي أي خط قريب منه، تمام. مثال، في عندنا مثال توضيحي يوضح اللي احنا الكلام اللي حكيناه في حال المسائل. في دورة تبريد بسيطة لثلاجة منزلية تعمل على R134A، هو غاز وسيط تبريد صديق للبيئة لا يعمل على ضرر للبيئة. درجة حرارة المبخر -20، ودرجة حرارة وسيط التبريد عند دخول المكثف 30. لازم يعطيني خطين عشان أرسم 4 عمليات، لازم يعطيني رقمين، رقم -20 ورقم 30. تعال تنشوف، هاي عندي R134، طبعا هتقول لي الخرائط مختلفة، نعم، R11 يختلف عن 134 ويختلف عن 717 نشوف قبل شوية. كل وسيط تبريد له السي بي الخاص بيه، له الديجرام الخاصة بيه، تمام؟ قال لي 134، أنا بشتغل على 134. قال لي خط عملياتك ما بين 30 وبين -20، شايفين الصفر؟ أي -10 -20. بمد الخط الأول وبمد الخط الثاني، تمام. وفي عندي قاعدة بتقول الصمام الحراري يعمل عند ثبوت الانتالبي، يعني النقطة هذه بمد خط عمودي للنقطة هذه لأنه 3 تساوي 4. وفي عندي قاعدة تانية بتقول أن خطوط عمل الضاغط بدها تنطبق على خطوط عمل انتروبي أو توازي، زي ما انت شايف عندي خط هي تحت، هي موجود خط عمل انتروبي، بمد من 1 لـ 2 حيث يتقابل مع الخط العلوي، تمام. سريعا، مطلوب تحديد الانتاج لـ 2، هي رقمها تحت 417، والانتاج لـ 1 385، وانتاج لـ 3 و4 هنا نفس الشيء متساويات اللي هو 241، تمام. مباشرة أنا بجيب الـ RE أداء الثلاجة، هو الفرق ما بين 4 و1، يعني 1 ناقص 4، يعني 385 ناقص 241، جبت الـ RE ها، تمام. بدي الشغل مباشرة، بقول انه الفرق بالدلتا تي الدلتا اتش ما بين 417 ناقص 385، هي دلتا اتش حصلنا عليها، مضروبه في الكتله بعطيني اللي هو الشغل تبع اللي هو ايه الشغل تبع الضغط. الانتالبيا ما بين 3 و4 معروفه، هي 241، 3 تساوي 4، خط عمل اللي هو الصمام الحراري الفولت. المكثف دلتا اتش اكبر دلتا اتش له بين 2 و3، بين 417 ناقص اللي هو 241، بعطيني دلتا اتش للمكثف، لخط عمل المكثف او القدره بتاعت المكثف مضروبه في الكتله، مضروبه ايه في الكتله. تعال نشوف الحلول. شغل الضاغط اتش 2 ناقص اتش 1، هي اتش 2 ناقص اتش 1، 417 ناقص اللي هو ايه 385 طلعناه مباشره. الحرارة المفقودة من المكثف يو ما بين 417 وما بين 241، هاي أكبر خط عمل. التأثير التبريدي اللي هو ها حكينا، هاي التأثير التبريدي ما بين 4 و1 وبنطرحه ونطلع النتيجة. معامل أداء الدورة اللي هي ما ذو علاقة ما بين الـ RE والـ WC، بقسم بطلع هي 4.56 معامل أداء دورة التبريد، تمام. مثال آخر في عندنا أيضا R134A، حمل نظام التبريد استعمل R134
ومعطيني القدرة تبعت اللي هو الفريزر أو المبخر 25 طن تبريد، معطيني الكيو جاهزة 25 طن تبريد، وبقول لي دائرة التبريد هي دائرة بسيطة يعني فيها 4 عمليات اللي احنا عارفينها، تعمل بين ضغط اللي هو 0.25 ميجا باسكال وبين 1 ميجا باسكال، يحسب الشغل لازم بالكيلو وات وبالاتش بي بالقدرة الحصانية. بيقول لي فيما بعد كم يكون حجم الإزاحة للضاغط؟ إذا علمتنا الكفاءة الحجمية 80%، بده الحجم الإزاحة، تمام. عندي هو الخط الأول والخط الثاني أعطاني إياهم في السؤال. لازم يعطيني رقمين حتى أرسم الـ4 عمليات. 1 ميجا باسكال بمد الخط، وزيرو اللي هو ربع ميجا باسكال بمد الخط، تمام. وصل خط عمودي ما بين 3 و4، وبمد من 1 و2 خط ينطبق على أقرب خط انتروبي أو يوازي، وبرسم 4 عمليات زي ما أنتم شايفين، تمام. مباشرة بحدد H2 وH1 وH3 وH4، الأرقام هذه بحددها مباشرة عشان أوجد الـ RE سريعا، تمام. إذا الـ RE حددها مباشرة، قال أنه 396 ناقص اللي هو 265 طلعنا الـ RE، تمام. ليش احنا بدنا نوجد الكتلة؟ كيف نوجد الكتلة السريعة عشان نتحرك؟ الكتلة تساوي اللي هو القدرة تبعت المبخر على الأداء عشان نطلع الكتلة. معطينه في السؤال 25 بضربها 3.5 عشان تتحول من طن تبريد لكيلو وات، لكيلو شو اسمه كيلو جرام، تمام. على 140 تطلع معي اللي هو 0.625، هذا معدل سريان وسيط تبريد كيلو جرام لكل ثانية. من نتيجة 25 معطى في السؤال، هي معطيني اياها في السؤال 25 طن تبريد بعد ضربها 3.5 تطلع بالكيلو جرام. على 140 اللي هو أداء اللي هو النظام التبريد الآري. بده شغل الانضغاط، شغل عند الكتلة أصبحت معروفة هي 0.6، ودلتا اتش تبع الشغل ما هي النقطة اللي هان والنقطة اللي هان، 426 ناقص 326 396، هذه ناقص هذه مضروبة في الكتلة بطلع اللي هو الشغل. ليش؟ لأنه هو بدي أجيب الثاني، بده الـ اتش بي والكيلو وات، تمام. طلعنا الكتلة بالشغل بالكيلو وات، قسمت على 0.746 عشان تطلع ايه بالقدرة الحصانية. خلصنا الجزء الأول. الجزء الثاني بيقول لي أوجد اللي هو ايه في السؤال، أوجد الكفاءة الحجمية إذا كانت الحجم الإزاحة، إذا كانت الكفاءة الحجمية 80 بده حجم الإزاحة. نرجع للقانون اللي احنا خدناه. القانون شو بيقول؟ بي اس بيساوي ام بي على الكفاءة اللي هي 80. طبعا تتذكر انه هذه الحجم النوعي. من وين نجيب الحجم النوعي؟ نجيب الحجم النوعي من الحجم النوعي للنقطة واحد اللي هو المخرج او المدخل تبع الضاغط، مدخل الضاغط نجيبه من الحجم النوعي. يعني على سبيل المثال لو في انا عندي ها لو هذه النقطة الحجم النوعي، هاي الأرقام بتاعت الحجم النوعي، هاي الخط هذا شايفين هذا الخط هيو، هذا الحجم النوعي على سبيل المثال، بكون الرقم بالحجم النوعي هيو هذا، هي 0.35 على سبيل المثال، لكن هذا الـ R، الـ R 134، أيضا لو بدنا نجيبه برضه للسؤال هذا، نفس الطريقة بتجيب الحجم النوعي 0.080 على الكفاءة، هم معطيني إياها داتا بالسؤال. 80 ونطلع اللي هو الحجم الإزاحة، تمام. الكفاءة الإزنتروبية هي عملية الانضغاط الحقيقية ليست على خط الثبوت الإنتروبي، حيث يزداد شغل الانضغاط في هذه الحالة، وتعرف نسبة الشغل الانضغاط الإزنتروبي منسوبة للشغل الانضغاط الحقيقي بالكفاءة الإزنتروبية. طبعا في الثلاجات طبعا تختلف الضوابط باختلاف القدرة المطلوبة للثلاجة. هي ضوابط من محكمة القفل، غير أنها في الاستعمالات التجارية كبيرة الحجم، في الاستعمالات المنزلية تكون أقل حجما، وفي أنواع منها مختلفة، وفي محاضرة إحنا قرأنا عن أنواع الضوابط ممكن الرجوع إليها في الصفحة على اليوتيوب، تمام. لكن إحنا بدنا نعرف إنه إحنا لما نحدد عمل الضاغط على خطوط الإنتروبي، هذا بالنسبة للحسابات النظرية، الحسابات التصميمية
لكن في الواقع الحقيقي فإن الشغل في فرق ما بين الشغل الحقيقي وبين الشغل الأنتروبي، يعني عند سمو القطن الأنتروبي. في هذا الفرق يطلق عليه اللي هو الكفاءة الإيزنتروبية، أو هذه العلاقة تطلق عليها الكفاءة الإيزنتروبية، ويطلق عليها اللي هي دلتا اتش على دلتا اتش. دلتا اتش ما بين النظرية 2 على اتش، دلتا اتش ما بين 2 و1 النظرية، على الحقيقية اللي هي التي تختلف، أو الواقعية عن التصميمية، وبتكون ب2 إلى 1 اللي هي داش 2 إلى 1 اللي هي دلتا اتش الحقيقية. إذا الكفاءة الإيزنتروبية هي عبارة عن دلتا اتش التصميمية أو النظرية، بتكون على خط الإنتروبي اللي إحنا صممنا فيها النظام التبريد البسيط، على دلتا اتش الحقيقية في الواقع اللي إحنا عندما بدأت تشتغل الثلاجة، أو بدينا نشغلها ونجمعها، وجدنا أن دلتا اتش الحقيقية تختلف عن النظرية. إذا الكفاءة عبارة عن دلتا اتش التصميمية أو النظرية على دلتا اتش الحقيقية. تمام. تأثير ضغط السحب وضغط الطرد على أداء دور التبريد. في الشكل نجد أن زيادة الضغط في المبخر، تمام، من الضغط بي إلى ضغط بي داش، أو انخفاض الضغط في المكثف، تمام، إلى ضغط تاني، يؤدي إلى زيادة التأثير التبريد، ويقل الشغل الانضغاط. طبعا احنا كل ما اقل شغل الانضغاط كل ما كانت التكلفة اقل ما يكون. احنا دافعين على شغل الكمبريسر مصاري، عشان هيك احنا كل ما كان هذا اقل التكلفة الضاغط، كل ما كان الار اي اداء الثلاجة افضل، وكانت التكلفة اقل ما يكون، وكان معامل الاداء اقل ما يكون. عشان نقلل قد نقلل من بعض من المتغيرات، مثل الضغط بتاع المكثف زي ما انتم شايفينه، لو نزل شوية لتحت انخفض، هنلاحظ انه العمل الضاغط قل، لان دلتا اتش صارت اقل زي ما انتم شايفين. تمام. وفي نفس الوقت هنلاحظ انه الاداء زاد، الاداء الار اي زاد نتيجة ايش؟ انه الضغط تبع المكثف نزل لتحت شوية، انقل. تمام. فكان الضغط عند 3، فرضا 30، صار 25، صار في تغير في عمل الضغط، فصارت الدلتا اتش قلت، صار دلتا اتش قلت نتيجة انه قلت، اصبح السي او بي افضل. ليش؟ لانه كل ما كان الشغل اقل كل ما كان اداء الثلاجة افضل. وفي نفس الوقت صارت ار اي اكبر، لاحظ انه من 1 ل 4 صارت من 1 ل 4 الثاني اكبر، 4 ليش اكبر. اذا دلتا اتش زادت بالنسبه للاداء، وقلت بالنسبه للشغل في حال لو كان الضغط تبع المكثف اصبح اقل. تمام. تعال نشوف لو صار الضغط تبع المبخر زاد. تمام. لو ضغط المبخر زاد في الحالة هذه أيضا هنلاحظ زي ما انتم شايفين أنه الشغل أصبح أقل، شغل دلتا اتش تبعت الشغل بتاعت الكمبريسر أقل. تمام. في هذه الحالة فأنه الأداء سي أو بي صار أفضل، وهذا ما يوضح أنه تأثير درجة السحب والطرد على أداء دور التبريد من خلال تغير في ضغط المبخر والتغير في ضغط المكثف يحدث في الحالة هذه. أداء الثلاجة يكون أفضل، وقد يكون اللي هو الـ COB كفاءته أفضل. تمام. ويقل زي ما أنتم شايفين، يؤدي إلى زيادة التأثير التبريدي، انخفاض الضغط في المكثف من ضغط B إلى ضغط B آخر، انخفاضه في المكثف زي ما إحنا شفنا انخفض، يؤدي إلى زيادة التأثير RE زي ما حكينا، ويقلل الشغل. كل ما كان زاد التأثير وقلل الشغل، كل ما كان إيه؟ السي او بي افضل في الاداء وافضل في القيمه. وكذلك قد يقلل من معدل سريان وسيط التبريد، ام اللي هو معدل سريان التبريد قد يكون اقل خلال مبخر ونقص القدره اللازمه لكل طن تبريد. ايضا هذا الشكل يوضح الكلام اللي احنا عرفناه.
وضح هذا الشكل أنه زيادة درجة حرارة التبخير وخفض درجة حرارة التكثيف يقلل من شغل الانضغاط ويرفع قيمة الأداء. زيادة حرارة التبخير وخفض درجة حرارة اللي هو التكثيف. لو لاحظنا هان أن هذا الخط يوضح الشغل، العلاقة ما بين الشغل اللي هي W وما بين درجة حرارة التبخير، تمام؟ ومعطينا درجتين اللي هو المكثف 40 و30، تمام؟ هنلاحظ لو احنا ثبتنا اللي هو درجة حرارة المبخر عند درجة حرارة المكثف 30، هنلاحظ أن الشغل أقل. ولكن لو عند درجة حرارة المبخر المكثف 40، هنلاحظ أنه الشغل ازداد. وإحنا اتجاهنا عارفين أن COP تكون أفضل كل ما كان الشغل أقل، كل ما كان الشغل أقل. أداء الثلاجة يكون أفضل كل ما كان أقل. متى يكون أقل؟ عندما تكون درجة حرارة المكثف أقل، وعندما تكون درجة حرارة التبخير أكبر، تمام. تعال نشوف معامل أداء. لو ثبتنا درجة حرارة المبخر بفريزر أو شفنا التغير في درجة حرارة المكثف بالنسبة للأداء العام للثلاجة، هنلاحظ أنه عند 40 تمام، هنلاحظ أنه الأداء أقل. عند 30 هنلاحظ أنه الأداء يزداد، تمام. إذا عند 30 درجة حرارة المكثف الأداء يزداد، وعند 30 الشغل يقل، وبالتالي أفضل أداء وأفضل لنظم التبريد عندما تكون درجة الحرارة المكثف أقل. يحدث عندها أن الشغل يكون أقل والأداء الثلاجة يكون أكبر ما يكون، تمام. لبيان تأثير كل من درجتي حرارة السحب والطرد على أداء دور التبريد، نأخذ المثالين الآتيين التاليين. تغيير درجة حرارة السحب المبخر، تم حساب معامل أداء والشغل الانضغاط، كذلك معامل أداء دور التبريد عند درجة حرارة المكثف 59. لاحظ هذا الجدول عندي الشغل وعندي الأداء تاع الثلاجة بالنسبة للتغير في درجة حرارة المبخر، تمام. TE عندما كانت 10 كان الأداء اللي هو قديش 151، وكان اللي هو الكفاءة 5.35. عندما قل درجة الحرارة إلى الصفر قل الأداء والكفاءة. إذا كل ما ارتفع درجة الحرارة لمين؟ للمبخر، الأداء يزداد والكفاءة تزداد. انتبه والعكس يحدث لو كان بالنسبة لإيه؟ لدرجات حرارة المكثف. تعال نشوف جدول آخر للمكثف، تمام. عندما كانت 50 كان 135 كان 2. طب لو كان 40 145، يعني عكس اللي هو القيم تبعت اللي هو المبخر، تمام. يعني كلما قلت درجة حرارة المكثف كان الأداء أفضل وكان الكفاءة أفضل، بعكس موضوع المبخر. كلما قلت درجة حرارة المبخر كلما كان الأداء أقل كلما كان الكفاءة أقل. تذكر هذه العلاقات مهمة، خصوصا أنه ممكن تتعرض لأسئلة في الصح والخطأ. لكل من عمليتي التحميص والتبريد الدون إضافة التبريد يستعمل بعض الأحيان مبادل الحرارة، يعمل على تبريد وسيط التبريد من بعد المبخر بحوالي 5 درجات من نقطة واحد لنقطة اثنين. تعال نشوف. ممكن في نظم التبريد البسيطة إضافة حاجة اسمها مبرد حراري، تمام. هذا المبرد الحراري إيش دوره وإيش عمله؟ انتوا عارفين ان المكثف بضخ وسيط تبريد سائل درجة حرارته منخفضة، تمام. وهذا بيتم التحكم فيه من خلال التمدد، وبيدخل الى المبخر درجة حرارته منخفضة، ويخرج منه وسيط تبريد بخار غاز محمص، ولا لا
درجة حرارته إيه؟ عالية. فيحدث في هذا الصندوق عملية تبادل حراري. درجة حرارة وسيط التبريد الباردة الخارجة من المكثف تعطي برودة بسيطة بحدود 5 درجات إلى وسيط التبريد المحمص، فتعمل على خفض درجة حرارته تدريجيا إلى 5 درجات قبل دخوله إلى الضاغط وقبل ضخه في المكثف، تمام؟ بحيث أن المكثف يحصل على وسيط تبريد مبرد نسبيا ب5 درجات. في نفس الوقت فأن السائل اللي داخل إلى المباخر درجة حرارته باردة، نعمل على رفع درجة حرارته 5 درجات من خلال التبادل الحراري، فيدخل إلى المبخر أقرب إلى وسيط تبريد بزيادة درجة حرارة 5 درجات، يعني يكتسب وسيط التبريد قبل دخول المبخر 5 درجات حرارة زائدة، ويكتسب اللي هو وسيط التبريد قبل دخول الضاغط إلى تبريد دوني ب5 درجات، هذا تسخين زائد وهذا تبريد دوني من خلال المبادلة الحرارية زي ما انتم شايفين، تمام؟ يستعمل بعض الأحيان المبادل الحراري يعمل على تبريد وسيط التبريد من بعد المبخر بحوالي 5 كلفن، يعني 5 درجات من نقطة 1 إلى نقطة 2، من نقطة 1 إلى نقطة 2، تمام؟ تحدث في عندي هنا خفض درجة حرارة أو تبريد دوني لضمان وصول البخار إلى الضاغط. كما أن المبادل الحراري يعمل على حصول على تسخين وسيط تبريد من نقطة 3 إلى نقطة 4، يعني احنا بنسخن تدريجيا 5 درجات من 3 إلى 4 قبل دخوله المبخر، تمام. تعال نشوف مثال عن هذا الموضوع. دور التبريد تعمل بين درجتي حرارة تبخير ناقص 15 وتكثيف اللي هو مكثف يعمل عند 32، وسيط تبريد R11. إذا كان البخار جافا مشبع عند مدخل الضغط وعملية انضغاط إيزنتروبية ولا يوجد تبريد دوني، أوجد تأثير تبريد ومعامل أداء. إذا تم تبريد وسيط تبريد دونية بمقدار 7 كلفن، أوجد تأثير تبريد ومعامل أداء كذلك معدل. بتعمل مقارنة ما بين الحالة العادية وبين اللي هو حدوث اللي هو تبريد ب7 درجات زيادة، ونشوف الأداء في الحالتين. مطلوب أنك توصل 4 عمليات، خط عمل مكثف، خط عمل الضاغط، وخط عمل الصمام، وخط عمل اللي هو إيه المبخر زي ما إحنا شايفين. هو معطيني اللي هو 32 وناقص 15، مباشرة بحدد 32 بمد الخط، وناقص 15 بمد الخط، ومن 3 لـ4 بنزل خط عمودي، وبمد الخط من 1 لـ2، خط ينطبق على خطوط أي خط مفروض انطوه بالقريبة أو موازية له. بحدد القيم مباشرة H3 وH4 وH1 وH2 عشان مباشرة أجيب الأداء دورة التبريد من غير ما يحدث أي عمليات تبريد إضافية، تمام. مباشرة هي H1 وH2 أوجدناهن، وH3 4 متساويات، تمام. جبنا الـ RE ما بين 1 وما بين الـ4، بين 1 والـ4 اللي هو 3 8 2 ناقص 2 2 8 زي ما انتم شايفين، ويساوي اللي هو 154.92 كيلو جول كل غرام. هذا تأثير التبريد. بدنا نجيب شغل الانضغاط عشان نجيب الـ COB. الشغل هو الفرق ما بين 2 و1، الفرق ما بين 2 و1، تمام، ما بين 417 وما بين 382 أوجدنا الـ WC، تمام. مباشرة عشان نجيب الـ COB يعني نعمل مقارنة فيما بعد. الـ RE على WC اللي هو تساوي 4.55، معامل أداء في هذه الحالة، تمام؟ معامل أداء في هذه الحالة. طيب بدنا الجزء الثاني. إذا تم تبريد وسيط التبريد 7 درجات، أوجد التأثير التبريد ومعامل الأداء. يعني هان
ب 2.3 تم تبريده كمان 7 درجات، يعني مش عايز ب 32 ننزل 7 درجات لتحت شويه، تمام، عشان نزيد عمليه اللي هو ايه التبريد. فقلنا 32 ناقص 7 25، تمام. 25 زي ما انتم شايفين، هي 30 زي ما انتم شايفين، وهي 20 هي 25. مدينا الخط خط على ار 11 في الديجرام بتاعت ار 11، ونزلنا من 5 ل 6 ومدينا اللي هو العملية بشكل كامل، وأوجدنا اللي هو 220 اللي هي 5 و 6 و 382 خط هذا، والخط الثاني 417 عشان نجيب الشغل هام، وعشان نجيب الـ RE، ومن ثم نقسم الـ RE على الدلتا اتش تبعت الشغل عشان نوجد الـ COB نشوف في فرق ولا لا، تمام. إذا الـ RE اتش 6 ناقص اتش 1 زي ما انتم شايفين 328 ناقص 222 هاي ها 328 هي 1 تمام ناقص 220 طلعنا اللي هي ايه الـ RE. COB طبعا الشغل ما اختلفش، ونفس الشغل السابق ما اختلفش، نفس القيم، هنلاحظ انه احنا ما اختلفناش، نفس القيم 417 و 282 نفس القيم السابقه، نفس القيم الشغل السابق، اللي هو 3282 و 417 نفس الشغل. بالنسبه للحاله الثانيه فطلعت عندي 4.71. ممكن نجد معدل سريان الكتلة، ما دام احنا عندنا الـ QE 1 على 160، أوجدنا الكتلة. طيب هل في فرق في الأداء ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ احنا 404.72 وفوق كان عندي 4.55، تمام؟ هنلاحظ إنه في الحالة الثانية احنا أفضل أداء في حالة التبريد الدوني، حد نزلنا احنا 7 درجات، أفضل أداء في النظام هذا من النظام السابق، تمام؟ نستنتج أن الأداء في حالة التبريد الزائد أفضل أداء من التبريد السابق. مثال آخر، دورة بخار انضغاطية تعمل وسيط تبريد R22 بين ضغطي مبخر ومكثف، ومعطيني قيمتين، لازم يعطيني قيمتين عشان اقدر ارسم 4 عمليات 4 نقاط، لازم يعطيني. فاعطاني 11 و2.4 بار، طبعا هي 11 بمد الخط، و2.0445 بمد الخط الثاني، مباشر بوصل 3-4 خط عمودي، وبصل 1 و2 اللي هو ايه خط ينطبق على خطوط انتروبي او يوازيه، ومباشرة بحدد النقاط الانتاجية تحت 2-3-6-3-9-7-4-3-7، تمام. بحدد ليش؟ عشان اوجد السي او بي، عشان اوجد الاداء من اداء المبخر، واوجد اللي هو القدرة تبعت الشغل او الشغل تبع الضغط. بنزلني حدد دلتا اتش هام، دلتا اتش هام، تمام. مباشرة الـ RE H1 ناقص H4، مباشرة H1 ناقص H4 بوجد دلتا H، تمام، بوجد القيمة اللي بتساوي اللي هو 160.37 كيلو جول لكل كيلوغرام. شغل الضاغط دلتا H H2 ناقص H1 هيا 437 ناقص 397 هاي بوجدها. ليش؟ عشان اوجد معامل اداء لازم اوجد الـ RE والـ WC. 160 على 39 4.016، خلصنا الجزء الاول، تمام. الجزء الثاني بيقول لي بدك تحمص البخار بعد خروجه او قبل دخوله بالضغط 7 درجات، يعني بدي ارفع 7 درجات هام واشوف ايش بيحصل في الاداء، تمام. بدي ارفع 7 درجات في التحميص واشوف ايش بيصير في الاداء، تمام. تعال نشوف، كان ناقص 20 رفعت 7 درجات صارت ناقص 13، وبمد الخط، تمام، وبرسم خط جديد للانتروبي، تمام، بمد الخط وخط انتروبي
طبعا سي عندي نقطة 7 400 ونقطة 8 443 عشان أوجد الشغل دلتا اتش اللي هان، وأوجد ما بين 7 وما بين اللي هي النقطة القديمة 4 2 6 الـ RE، وأعمل هو الأداء. تعال نشوف الـ RE 7 ناقص اتش 4 400 ناقص اللي هو 236، 400 ناقص اللي هو 236 400 ناقص 236، بطلع القيمة. الشغل أوجدناه نفس الطريقة، بوجد دلتا اتش بالنسبة للشغل بين 8 و7، بين 8 و7 بوجد اللي هو الشغل بين 8 و7، 443 ناقص اللي هو 400، بين 443 ناقص 400 زي ما انتم شايفين، ومنها بوجد السي او بي القاضي على دبليو. إذا بتطلع 3.79. هنلاحظ الفرق ما بين التنتين، هذه 4 بوينت، هذه أداها أفضل، وعامل أداء في الحالة الأولى أفضل من الحالة الثانية. إذا هذا استنتاجنا كمقارنة ما بين الحالتين. تمام، في عندنا حاجة جديدة اللي هو تأثير مفاقيد الضغط على أداء دور التبريد. إحنا فعليا بنصمم نظام تبريد بسيط بناء على العمليات اللي احنا شفناها، سواء كان الصمام الحراري اتش تساوي اتش، واذا كان والضاغط بيشتغل على خطوط الانتروبي، والمكثف بيشتغل على ثبوت الضغط، والمبخر بيشتغل على ثبوت الضغط. كأربع عمليات لنظام تبريد بسيط او اساسيات نظام التبريد. لكن فعليا عند التشغيل والتجميع ميكانيكيا هنلاحظ في فرق في المخطط التصميمي على البارامتر تبع الحقيقي. هنلاحظ انه هذا 6 7 8 9 10 5 هذا حقيقي، وفي فرق ما بينه وما بين المنتظم هذا الداخلي النظري او التصميمي، وهذا ما يسمى بالتأثير مفاقيد الضغط على اداء دورة التبريد. تمام، تعتبر الدورة اللي هي 1 2 3 4 اللي هي اللي هي التصميمية أو النظرية، هي دورة انضغاط نظرية أو تصميمية، بينما تمثل الكبيرة هذه الخارجية هو الواقع الحقيقي بعد تجميع النظام ميكانيكيا. فوجدنا أنه يختلف اختلاف، والسبب يعود إلى عدة أسباب أو عدة نقاط، منها انخفاض الضغط خلال مكونات النظام، قد يحدث اختلاف في الضغط المكثف في المبخر في الصمام الحراري أو صمام الطلق. عملية الانضغاط الحقيقية هي عبارة عن عملية بوليتروبية. إيش يعني بوليتروبية؟ يعني متعددة اللي هي العمليات، وهذا حكيناه في حاجة في محاضرات اللي هو الانتقال الحراري، ممكن الرجوع إلها شو المقصود في البوليتروبيك أو في اللي هو مساقات الميكانيكا المواعي. وتختلف هذه العمليات باختلاف قيمة اللي هو N، تختلف كل ما تغير قيمة N تختلف طبيعة العملية. تمام، سبب آخر، سائل التبريد يترك المكثف درجة حرارته أقل من درجة حرارة التكسير، يعني قد يكون في اختلاف في درجات الحرارة المكثف نفسه قد يؤدي لهذا الاختلاف. البخار وسيط التبريد أيضا يترك المبخر بخارا محمصا ودرجة حرارته أكبر من درجة الغليان، يعني هنلاحظ أن المناطق هذه أصلا كلها مناطق عبارة عن تحميص، مناطق تحميص درجة حرارتها أعلى من درجة حرارة الغليان أو من درجة حرارة الإشباع البخاري. تمام، كل هذه الأسباب هي تؤدي إلى اختلاف ما بين التصميمية لنظام تبريد بسيط وبين اللي هي الحقيقية، وهذا الاختلاف قد يكون بارتفاع في الضغوط في ضغط المكثف أو المبخر. تمام، أو في الضغط، أو تغير في درجات الحرارة بالنسبة للمكثف أو بالنسبة للمبخر قد تؤدي إلى هذا الاختلاف اللي احنا شايفينه، أو تعدد في العمليات البوليتروبيك بناء على معامل اللي هو الأس أن المتغير. تمام، كل هذه العمليات أو كل هذه الأسباب تؤدي إلى الاختلاف ما بين اللي هو النظام المخطط التصميمي وبين النظام الحقيقي. تمام؟
التصميم الجيد المبخر يجعل فخ فقدان الضغط المبخر ما بين اللي هو 10 حتى 20 كيلو باسكال، وبالنسبة لخط السحب الصمامات يجب أن يحدث فقدان في درجة حرارة تشبع أكثر من 1 اللي هو كيلو. تمام، نكون إحنا اليوم أنهينا.